دمشق مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية في دمشق وريفها. مازن، ماذا عن التطورات الميدانية الأخرى المسجلة اليوم في دمشق وريفها؟ نعم، في خبر عاجل، سقوط أكثر من 8 قذائف في محيط ساحة العباسيين وسط العاصمة دمشق، ولا زالت أعمدة الدخان يعني تتصاعد حتى اللحظة من حي العباسيين. أيضا الآن بدأت كتائب الأسد بقصف بساتين حي برزة الدمشقي، وذلك قذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، بالإضافة لأحياء العسالي والقابون وجوبر. واليوم سقطت عدة قذائف في محيط مبنى برج الروس في حي التجارة، والقذيفتين في بناء بجانب مشفى الزهراوي في قصاع، وأيضا هناك قذيفة سقطت أيضا على سطح في منطقة الفحامة في الريف الدمشقي منذ دقيقة تقريبا. كتائب الأسد تستهدف بلدة المليحة التي تغص من نازحين من بلدات زملكة وعين ترمى، هؤلاء الذين نجوا من مجزرة المواد الكيماوية التي استهدفها بشار الأسد. وقوات الأسد الآن يعني أو منذ قليل استهدفت مظاهرة في منطقة التل بقذائف الهواء والرشاشات الثقيلة. يعني اليوم شنت طائرات الميغ عدة غارات جوية على المدن المطلة على المتحلق الجنوبي، يعني تم تدمير أكثر من 5 أبنية بالكامل بهذه الغارات، بالإضافة لغارتين على المزارع الفاصلة بين مسرابة وبيت سوا، وسقوط 4 شهداء نتيجة الغارات على مدينة دارية بالتزامن مع اشتباكات على الجبهة الجنوبية والجنوبية الشرقية من دارية، وأيضا سقوط 4 شهداء في حرس القنطرة جراء القصف براجمات الصواريخ. وهؤلاء الشهداء هم مدينة صقبة، فيما لا زالت مدينة دومة تشهد قصف عنيف بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة بالتزامن مع قصف بالطيران الحربي. طيب مازن، المدينة نعم كانت هناك إنذارات موجهة لسكان مخيم اليرموك للخروج منه تمهيدا لاقتحامه من قبل قوات النظام، هل من جديد بخصوص هذا الأمر، وهل من استجابة للسكان لهذه الإنذارات؟ يعني الانذارات يعني لا احد يستطيع يعني صراحه الخروج من مخيم اليرموك، لان كتاب الاسد يعني تمنع الدخول الخروج الى مخيم اليرموك. بالنسبه للاقتحام يعني يوميا كتاب الاسد تحاول اقتحام مخيم اليرموك والعسالي وحي جوبر والقابون، هذه المناطق يوميا هناك اشتباكات، يعني كتاب الاسد تحاول اقتحامها، لكن الحمد لله الجيش الحر يصد هذه الاقتحامات ببساله. هناك امر فقط، يعني النظام الان يخنق مدينه جرمانه ويعزل عن دمشق بحجة استخدام جهاز لكشف المتفجرات، لكن السبب الرئيسي لعزلها هو أن ترك العشرات من اللجان الشعبية الحواجز والسلاح ليصبحوا محايدين، وهذه المدينة يعني تعتبر من المؤيدة للنظام في العاصمة دمشق. نعم، شكرا لك مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية في دمشق.